سلامتك. سلامتك. تتكاثر جميع المخلوقات ولكن بطرق مختلفة، ولعل أسهلها طريقة تكاثر السمك، حيث تلقي السمك ببيضها أينما اتفق، بينما يتطلب الأمر من التماسيح أن تضع بيضها في حفرة رملية في مكان تتعرض فيه إلى حرارة الشمس حتى نضوجها. أما الدجاجة فينبغي عليها أن تدفئ بيضها بجسدها حتى التفريخ. إن البيضة الضيقة لا تتسع لنمو مخلوقات متطورة يتطلب نموها مكانا أفضل، وفي مقدمتها الإنسان الذي يحتاج لنمو أعضائه المعقدة إلى مكان التي يرتبط بها الجنين بواسطة حبل السرة، ومنهما الماء من الأم، كما يصرف عن طريق حبل السرة الفضلات التي يفرزها دم الجنين. في مثل هذه الظروف المناسبة فقط تتهيأ الفرصة لنمو أعضاء جسم الإنسان المعقدة، وفي مقدمتها ذلك الجزء البالغ الحساسية، ألا وهو المخ البشري الذي يتفوق به الإنسان على كل المخلوقات. يتم الإخصاب عن طريق اندفاع أحد الحيوانات المنوية نحو البويضة. بهذه اللقطة المشهرية نراقب كيفية خروج البويضة من المبيض واستقرارها في الرحم، وعندها يتمكن أحد الحيوانات المنوية من الالتصاق بالبويضة، يخترق جدارها الخارجي فيحدث التلقيح، وبذا تنشأ فرصة ولادة حياة جديدة، وتبدأ الخلية ضمن خطة مرسومة بالانشطار على نفسها حتى يتكون الجنين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر المرأة الحامل إنسانة تؤدي وظيفة من وظائفها الحيوية والأساسية، وهي ليست بإنسانة مريضة، ولكنها في وضع صحي خاص تحتاج معه إلى رعاية أكيدة من بداية حملها وإلى ما بعد ولادتها. هذه الرعاية مطلوبة لجميع الحوامل بدون استثناء، وهي بحاجة إلى الحنان والمحبة ممن يحيطون بها.
التمريض مهنة إنسانية وفنية ذات أهمية كبيرة في العلاج والطب، وقد عرف العرب والمسلمون التمريض قبل أوروبا بمئات السنين. وأول ممرضة في الإسلام كانت رفيدة التي كان الله عليه وسلم، ورافقت المسلمين في حروبهم لتداوي جرحاهم، فجهزت أول وحدة إسعاف ميدانية متنقلة، وكونت فريقا من الفتيات المسلمات لتدربهن على أصول التمريض السليم، فكانت أول من أسس مدرسة للتمريض. لا غنى للإنسان عن الغذاء، ومن حق كل منا أن يحب الطعام الشهي وأن يعجب بالمأكولات اللذيذة، ولكن الغذاء يجب أن يكون صحيا، ومن صحة الغذاء النظافة. المطعم النظيف يجلب الزبائن، المطعم النظيف لا يزوره الذباب أو الحشرات، ويضمن عدم تعرض الناس للإصابة بمرض نتيجة إهمال النظافة. ومثلما المطعم النظيف المطبخ النظيف أيضا، والطهاة الذين يحبون النظافة يغسلون أيديهم جيدا بالماء والصابون قبل بدء العمل، يرتدون الثوب النظيف ويحرصون على نظافته دائما. الطاهي النظيف لا يضع إصبعه في أنفه أو يفرك عينيه أثناء تحضير الطعام أو تقديمه، ولا يبصق على الأرض، ولا يدخن أثناء العمل. وإذا سعل أو عطس وضع منديلا نظيفا على أنفه وفمه. إن نظافة المطعم والمطبخ والعاملين فيه ونظافة المواد المستعملة وطريقة التحضير والتقديم أمور أساسية للمحافظة على الصحة العامة، ومن هنا تحرص المؤسسات المعنية على هذا الثوب الجميل. تريد أن تصير ممرضة مثلي؟ فكرة رائعة، لكنها لا تأكل إلا بالغصب. صحيح؟ تعذبين أمك في الأكل؟ لا، ولا تحب الذهاب إلى المدرسة؟ لماذا؟ لا أحب المدرسة. تخاف من المدرسة؟ المدرسة حلوة، في المدرسة يصبح عندك الكثير من الأصدقاء، تلعبين معهم وترسمين وتغنين. تحبين الغناء؟ نعم، في المدرسة يعلمونك الغناء. إذا لم تذهبي إلى المدرسة فلا تصبحين ممرضة. الممرضة تذهب إلى المدرسة أولا ثم تتعلم التمرين. الخوف من المدرسة وغير المدرسة يترك أثرا سيئا على الأطفال وحتى على صحتهم قبل الذهاب إلى المدرسة. يمكننا أن نزيل عن الأطفال الإحساس بالخوف ونجعلهم معنا رجل كان مدمنا على تعاطي المخدرات، ثم تاب بعدما أمضى فترة في المصح للاستشفاء. لماذا أقبلت على تعاطي المخدرات؟ بصراحة لا أعرف بالضبط، وجدت أصحابي يتعاطون المخدرات ففعلت مثلهم. لم أحب أن أكون نشاز من بينهم يعني، لكني الآن ندمان جدا على اللي عملته في السابق، وأفضل 100 مرة أني أكون نشاز، ومهم أني أكون بصحة جيدة. السبب إذن أصدقاء السوء؟ نعم، هم السبب، هم اللي دفعوني إلى هذا. المصاب بعلة من هذا النوع دائما يحب يورط الناس معه في هذه البلاء. كنت دعاهم أتعاطى المخدرات. أنت لم تكمل دراسة للأسف الشديد. ولا كان عندي مهنة أتقنها ولا عمل.
عندما كنت مدمنا كيف كانت حالتك العصبية وعلاقاتك الاجتماعية؟ كنت في حالة سيئة جدا، حتى أهلي ما كنت أشوفهم ولا كنت أنام حتى مثل الناس. هل فكرت بالسرقة لكي تشتري المخدرات التي تحتاجها؟ كثيرا ما كنت أفكر أني أسرق، حتى أصحابي كانوا يشجعوني على أني أعمل هذه الأعمال حيث أنهم يحصلوا على مبالغ نروح نشتري هذه المخدرات. ماذا تقول للشباب الذين يفكرون الآن بتقليد المدمنين أو الذين يتعاطون المخدرات؟ أنصحهم أنهم لا يفكروا ولا يحاولوا أنهم حتى يفكروا أنهم يجربوها، ولا يحاولوا أنهم يسمعوا ورطة وتحطموا إلى الأبد. نصيحة يسمعوها مني، أنا الإنسان المجرب. لقد جعل الله سبحانه المكين ووفر لها الحماية ويبقى الرحم قابعا داخل عظمة الحوض ولا يبرز في البطن قبل الشهر الرابع تقريبا. تتوفر الحماية له من عضلات البطن وعضلات الرحم القوية، إضافة إلى الحماية التي يوفرها السائل المحيط بالجنين، ويقع الرحم في منتصف جسم المرأة طولاً وعرضاً وعمقاً، وبذا تتوفر الحماية من جميع الجهات للرحم وبالتالي للجنين. والغاز بالغ الضرر، خذ الحذر، دقق ولا تهملي، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر، خذ الحذر. أبعد يد الأولاد عن كل شيء حاد، لا تهمل الإبرة، لا تهمل الصفرة، احذر من المنشار والسكين، ضع كل شيء حاد في موضع أمين، وثبت الخزانة كي تضمن السلامة، وثبت الخزانة كي تضمن السلامة. والمقعد قد يجلب الضرر.
الأنكسر. خذ الحذر خذ الحذر أبعد عن الأطفال فبعضها قتال وبعضها مخيف. اجمع شظايا الكوب إذا انكسر كي لا يدوسها أحد وتمنع الضرر. خذ الحذر خذ الحذر خذ الحذر. ماما؟ نعم يا هبة. متى ستلدين يا ماما؟ في الشهر القادم بإذن الله. ولد أم بنت؟ الله أعلم. منذ 3 أشهر كان ابنك أصغر. شيء طبيعي إنه يكبر. والطفل يكبر؟ طبعا. كيف يأكل؟ يأكل معي. كيف يشرب؟ يشرب معي. ويدخن معك؟ عندما تدخنين يتحمل جنينك معك أضرار التدخين. قطعة من اللاصق في أسفل السجادة تجنبك. بعد الانتهاء من العمل اجمع أغراضك في مكان خاص. الطفل كالغصن في دوحة يكبر ما دمت تراه مخضر. وإن رأى عنفا فعوده يحذر. فالضرب يؤذيه والعنف يؤذيه والزجر يؤذيه لكنه ينمو بكلمة حلوة. بلمسة حلوة فالحب يحميه فيغدو كالجوهر. تحتاج سلامة الإنسان في مكان العمل إلى العديد من إجراءات الوقاية. يتعامل معها ومكان العمل والتقيد بتعليمات السلامة. ولا يحتاج العمال وحدهم للفحص الدوري للاطمئنان على سلامتهم، وإنما الأدوات والآلات أيضا يلزمها الفحص الدوري، إذ أن التعامل مع ماكينة غير سليمة قد يكون مصدر خطر للعامل نفسه. ومن هنا تأتي أهمية الاكتشاف المبكر لأي عطل في المكائن وإصلاحه قبل أن يستفحل. عندما تشتد حرارة إنسان ننصحه بالراحة، وعندما تشتد حرارة المكائن يجب أن نوفر لها الراحة. المعمل والعاملين فيه. وعندما يصل الإنسان إلى سن معينة، سن التقاعد، نجنبه العمل المرهق وقد يكف عن العمل نهائيا،
فلماذا إذن لا نعفي المكائن القديمة من العمل المرهق حتى وغير متوقع؟ الماكينة كثيرة العطب تعرقل العمل وترهق العامل، وقد تثير أعصابه لتكرار تعطلها، فيرتكب هفوة أو خطأ يضر به أو بالعاملين معه. لذا فإن الاطمئنان إلى سلامة الماكينة والأدوات المستعملة هي من إجراءات السلامة المهمة لمن يشغلونها أو لمن يتعاملون معها. الأعمال التي يمارسها وقد يتطلب بعضها إجراءات خاصة للسلامة والوقاية من الحوادث والإصابات، وإذا كانت ظروف العمل تضطرك مثلا للصعود إلى الأماكن الشاهقة، فقد يكون من الضروري استعمال حزام خاص أو أن يربط العامل نفسه بحبل. وفي كل الحالات ينبغي أن نعرف إجراءات الإسعاف الأولية. مثلا في حالات الإصابة بنزيف ينبغي العمل فورا على إيقاف النزيف بالضغط على أقرب شريان رئيسي لقطع تدفق الدم من القلب إلى الجرح. وعلى المسعف أن يعرف الموضع المناسب للضغط على الشريان، هنا في أعلى الساق. إلا أن هذا يؤدي إلى قطع الدم عن الساق، أن يتم للحظة قصيرة واللجوء مباشرة إلى وسيلة أخرى لقطع النزيف، كأن نربط مساند خاصة لزيادة الضغط على الجرح وقطع النزيف. وإذا لم يتوفر رباط خاص ممكن اللجوء إلى قطعة قماش نظيفة تطوى هكذا وتستعمل لربط مسند ضاغط على الجرح هكذا. صاحبنا سعيد كان يلتهم كل ما تشتهيه نفسه، حتى أهدى له أحد الأصدقاء كتاباً عن أصول التغذية وقرر أن يطبق محتواه. ما رأيك بطبق من السمك؟ أوه، هو سمك نهري؟ إذن ينبغي أن أتحاشاه. وهذا صحن من السبانخ. أبداً أبداً، فيه حديد زائد. إذن وهذا مدون في الكتاب. أوه كبد، الحلويات كلها سكر ودهون تتعب الكبد وتزيد الوزن. إذن فواكه. هذه التفاحة منظرها غير مريح، كلها نشويات
واحتارت زوجة سعيد ماذا يجب أن تطبخ. اسأل هذا الكتاب ماذا نأكل. كثير من الناس لا يملكون إرادة أمام الأكلات الطيبة. لا بأس، كل ما تشتهي نفسك، ولكن باتزان، وحافظ على الحركة والرياضة، وذلك لاستهلاك الطاقة وعدم تحويلها إلى وزن يحمله جسدك. لا تأخذ كالشهية فتأكل الزاد بلا غوية، فإنما المعدة بيت الداء، فاحرسها من سقم ومن بلية، فإن أكلت فوق ما يطاق مدعيا بمعدة قوية مندفعا يجر رجل بلا روية. فأول المخاطر السنة وآخر المخاطر المنية ها هي السيدة فاتن، لقد اشترت وعاء نحاسيا جديدا. إنه وعاء جميل يا السيدة فاتن. وعلى الفور تقوم السيدة فاتن باستعمال الوعاء الجديد. وكمانها تقدم لعائلتها يوميا حليبا طازجا. إن طعم الحليب لذيذ فعلا للكبار وللصغار أيضا. وهكذا تمر الأيام والشهور، وفي هذه الأثناء تتكون على الوعاء طبقة من الصدأ نراها هنا باللون الأخضر. تنتبه إليه السيدة فاتن. هل أنت واثقة يا سيدتي أنك تعطين عائلتك حليبا صحيا نظيفا؟ تقولين نعم؟ حسنا، سنرى الآن. هذا يكفي بإقناع، وحتى لا يحصل لكم مثله يجب عليكم تنظيف الأوعية النحاسية يوميا وتلميعها حتى تبقى دائما نظيفة وخالية من الصدأ الذي يسبب التسمم.